في هذا التأخير. تلقت قناته الوطنية تلفت قناته الوطنية إلى علم مشاهديها الكرام الرأي العام حول قضية استضافتها لرئيس حزب التكتل في برنامج 90 دقيقة، وتؤكد أنه قد تم التوافق بينها مع الحزب لقبول استضافته في البرنامج قبل الاعتذار عن ذلك. وقد أصدرت الدائرة الإعلامية للحزب بيانا تتحفظ القناة على ما جاء فيه من اتهامات تربأ بخطها التحريري عنه. ولتوضيح أكثر معنا عبر الهاتف الأمين الدائم لحزب تكتل القوى الديمقراطية الإمام أحمد المحمد. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، أنا ماني سامعكم. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيدي الأمين الدائم لحزب تكتل القوى الديمقراطية. مرحبا بك، حياك الله. أهلا بك. في البداية، ما هي حقيقة هذا الذي جرى؟ ما هي حقيقة هذا البيان؟ هذا لا شيء طبيعي تماما. سيد الرئيس أحمد فعلا قد تعهد لقناتكم الكريمة، واللي نكنوا له الاحترام ونعتبروه رائدة في المجال الإعلامي، وعلاقاتنا بها طيبة الحمد لله. قط فعلا التزم بانه قابل استضافته لذاك البرنامج. ولكن اطراء سفر ما كان مجمع معه ومشى فيه. الحقيقه كان لابد من يمشي فيه. جاته دعوه من خارج في امور باطله، تعني العمل عمل للحزب والتزامات شخصيه له. وهذا لم يذكره البيان، لماذا لم يذكر البيان هذا الذي كان اصلا يعني متفق عليه؟ هذه ملان ان البيان واعلان اللي القناه لاستضافتها للرئيس احمد بعد منين وتاصل بها، ان هذا لا ظاهر ملان انه لا شيء خلقته. على كل حال ما انا بعد شخصيا ما نبقي قاعد نرجع له باللي ما هو الاساسي عندي. الاساسي عندي ان الرئيس احمد اعتذر وكلف المسؤول الاعلام في الحزب بانه يتصل بالقناه وخلق ذاك اللي نعتبر انه قد يعود لا اشراء فني، قد يعود على كل حال ما هو مقصود. خلق له الاعلان عن 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 عن, عن, عن البرنامج وجاب بيان اداره اعلام التكتل. ولكن الله لي ملان ان بالنسبه للقضيه مقفوله اللي احنا نكن لكم الاحترام والموده، والله لي ملان ذاك متبادل. وهذا دليل عندي الاتصال اللي له وعليه. ما في مشكله. الرئيس احمد ان شاء الله يدور يرجع ما يبطا، والوقت اللي فينا من مهرجان اللي تعودوا حاسين به يوم 24 وازن عندنا دور يلبي ذيك الدعوه. كيف دائما نعدلوا، والقناه قناتنا ونحترموها ونعتبرونها قناه. شكرا، اشكرك جزيلا. شكرا سيدي. داخلين الاعضاء مش يسووا شنو؟ اشكرك.